مكملين مع حضراتكم متابعة الأخبار من الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم. شاركنا قراءة الأخبار النهاردة ضيفتنا الكريمة الأستاذة همة سلامة، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع. أهلا بك يا أستاذة همة، صباح الخير. صباح الخير أستاذة همة، أهلا بك. اليوم السابع وعنوان رئيسي في الصفحة الأولى: توجيهات رئاسية باستكمال مستهدفات المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي لتحقيق الأمن الغذائي. الرئيس بيتابع المشروعات في توشكا وسينا والمحافظات وبيوجه بإحداث طفرة نوعية تضيف لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين. فيما يخص تحديدا المشروعات القومية للإنتاج الزراعي، ربما يدرك بقى المواطن المصري أهمية هذه المشروعات في الوقت الحالي تحديدا، أو في مثل هذه الأوقات اللي بتتعاظم فيها أهمية هذه المشروعات. والمقولة الشهيرة إنه من يأكل من فأسه قراره من رأسه. أهمية المشروعات دي اللي ابتدت الدولة المصرية في تنفيذها منذ سنوات مضت، ودلوقتي كمان بنتابع حجم الإنتاج منها وتوجيهات رئاسية ومتابعة لزيادة والتوسع في هذه المشروعات. بالضبط. خليني في الأول بس يعني أقول لحضرتك إن مفيش أي حد يقدر ينكر دلوقتي حجم التطور الكبير اللي حصل في قطاع الزراعة بشكل عام، وإن زي الدولة في يعني القطاع نفسه حظى على اهتمام كبير جدا من الدولة ومن القيادة السياسية بشكل خاص. المؤتمر أو الاجتماع اللي حضره سيادة الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء كان بيقف بشكل أساسي ورئيسي على أوجه التنفيذ لعدد من المشروعات القومية الزراعية خلال الفترة اللي فاتت. احنا خلال الفترة اللي فاتت من 2014 لحد دلوقتي تم الإعلان عن مشروعات زراعية كتير، تم الإعلان عن مساحات من الرقع الزراعية اللي هيتم الاستصلاح فيها بشكل كبير، سواء بقى في توشكا، سواء في سينا، سواء في منطقة الجنوب اللي كان ليها اهتمام كبير جدا من المناطق الزراعية أو الرقع الزراعية بشكل خاص. الاجتماع بشكل أساسي كان بيناقش وبيقف على التطورات التنفيذية اللي حصلت في المشروعات دي والمشروعات المستقبلية خلال المرحلة الجاية. كمان سيادة الرئيس اطلع خلال الاجتماع على عدد مهم من الأساليب الحديثة، سواء في الري أو استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة بشكل عام، ودي اللي هتعظم فرص مصر في الصادرات الزراعية خلال الفترة الجاية. أهمية المشروعات جاي من أهمية الدولة بالاهتمام بالرقعة الزراعية بشكل عام. احنا طول الوقت كنا بنتكلم ان في خلل دائم بين الرقعة الزراعية المطلوبة او الموجودة في مصر يعني جغرافيا، وبين ما نتمناه او نتطلع اليه من المساحة المزروعة. دلوقتي بنتكلم في شكل تاني خالص في القطاع الزراعة. قطاع الزراعة من 2014 لحد دلوقتي الطفرة اللي حصلت في الارقام، وخليني اقول لحضرتك ثلاث ارقام كده اساسيين يعني هنتكلم عليهم: 46 مليار تكلفة ما تم تنفيذه من مشروعات زراعية من 2014 ل 2023، وده رقم كبير جدا بالمناسبة أو بالمقارنة بقطاعات أخرى. كمان 37 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الزراعة خلال بس 2021 و2022، كمان 6.5 مليون جنيه إجمالي الصادرات المصرية في 2022 بس لأكثر من 160 دولة في الخارج. عمر الرقم ده ما كنا هنوصل له، وعمر عدد الدول دي ما كنا هنوصل لها كصادرات زراعية إلا لما يكون في خطة حكيمة رشيدة بيتم التنفيذ على أرض الواقع فيها بشكل كبير جدا. سيادة الرئيس كمان خلال المشروع أكد على نقط مهمة، خلال الاجتماع أكد على نقط مهمة جدا، إن المشروعات القومية اللي هتبقى موجودة في توشكا وسينا هيبقى ليها أولوية كبيرة جدا خلال المرحلة الجاية. طول الوقت بنتكلم على توشكا، طول الوقت بنتكلم على مشاريع زراعية كانت واقفة، إنما لأ دلوقتي في تنفيذ على أرض الواقع لعدد من المشروعات الزراعية. سينا بالذات يا أستاذة همت، يعني سينا اللي كانت متروكة لسنوات طويلة بدون تنمية، وكانت يعني فرصة الإرهاب بيبص إنه ده سينا فاضية يلا ندخل سينا. تعمير سينا بشكل عام، تعمير سينا بشكل عام جزء منه تعميرها زراعيا، وازاي نستفيد من المساحة والرقعة الزراعية اللي ممكن نستغلها في المنطقة الكبيرة دي. وسينا كمان ليها طابع خاص سواء جغرافيا او بيئيا، يعني ليها طبيعة خاصة، الاستثمار فيها خلال الفترة الجاية وده اللي الدولة بتعمله هيكون مربح جدا على القطاع الزراعي بشكل عام. واظن دلوقتي على ارض الواقع احنا ادركنا قد ايه سينا مهمة، وقد ايه ان هي مطمع، وقد ايه ان في خطط علشان تصفية القضية على حساب الدول المجاورة وبالتأكيد سيناء. نروح للوطن وصفحة واحد الري.
التشغيل الأحادي للسد الإثيوبي خطر وجودي. سويلم هناك تفاؤل حذر من المفاوضات ومساعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم. ده طبعا كانت تصريحات خلال أسبوع القاهرة للمياه اللي انطلقت فعالياته أمس. خلينا نتوقف عند أبرز هذه التصريحات اللي جاءت على لسان الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري. أهم هذه التصريحات نتوقف عندها: لن يستمر التفاوض إلى الأبد، وهناك تفاؤل حذر، وفي نفس الوقت بنتكلم على أن الملء الرابع للسد لا يمكن لغاية دلوقتي تحديد أثره على مصر. ملف سد النهضة ملف شائك جدا طبعا. ملف سد النهضة ملف معقد لأكثر من سبب. أولا منذ البداية كان في توجهات أحادية من الجانب الأثيوبي. مصر لم تتعامل بشكل أحادي في القضية. طول الوقت كان في تصريحات متداولة. سيادة الرئيس حرص طول الوقت على عدة لقاءات مع الجانب الأثيوبي. الدبلوماسية المصرية نفسها كان ليها دور مهم جدا جدا جدا، خاصة في اجتماعات مجلس الأمن في 2020، وكل المعطيات اللي كانت حوالين ملف مصر كانت بتقودها بشكل حكيم ورشيد جدا لأكثر من سبب. أولا بنتكلم على دول جوار، بنتكلم على ملف أمن قومي بالنسبة لمصر، طول الوقت التعامل فيه كان بحذر شديد جدا. اجتماع القاهرة للمياه تطرق لي كان، أو أحد الموضوعات اللي تطرق ليها كان موضوع سد النهضة. وزير الخارجية كان ليه عدد من التصريحات اللي خرج بيها لوسائل الإعلام. التصريحات دي طول الوقت كانت بتأكد إن إحنا مش هناخد موقف أحادي، إن رغم البناء والملء والتشغيل إلا إن مصر حتى هذه اللحظة بتتفاوض. مصر الدولة الوحيدة اللي لجأت للمجتمع الدولي ودخلت ورقة المجتمع الدولي كورقة للتفاوض، وده ما كانش يعني ناس كتير كانوا بياخدوه. احنا ليه ندخل لمجتمع دولي؟ احنا ليه ما نحلش؟ احنا ليه احنا ما ناخدش الاكشن؟ احنا لا، مصر طول الوقت كانت بتتعامل في الملف بحكمة شديدة جدا. طول الوقت كان عندنا تصريحات دبلوماسية متوازنة ومتزنة جدا، بهدف ان احنا ما ننساقش او ننجر وراء مطالبات ما احنا مش عارفين عواقبها. طول الوقت لحد الان حتى المؤتمر بتاع امس طول الوقت كان عندنا امل ان الموضوع يتم الحل فيه بشكل تفاوضي بشكل ودي. مطالب مصر معروفه وواضحه للجميع، مش محتاجه اي شرح. احنا طول الوقت بنتكلم ان يبقى فيه توزيع عادل، ما يبقاش فيه موقف احادي من الدوله الاثيوبيه، يتم اختارنا بما سيتم بنائه وما سيتم تشكيله وما سيتم توزيع حصه مياه السد. وبالتالي طول الوقت احنا بنبص للقضيه على انها قضيه امن قومي داخل فيها اطراف ودول اخرى، مش هينفع ومش هيصح ان احنا نتعامل فيها بشكل احادي زي ما الدوله او الطرف الاخر بيتعامل. وبالتالي المؤتمر او القاهره للمياه امبارح كان بياكد طول الوقت على مصطلحات وبياكد على افكار تم تداولها وتم طرحها في السابق للتأكيد على دور مصر وعلى الهدف الأساسي من قضية سد النهضة، وهو عدم التعامل بشكل أحادي في القضية. الختام من الوطن: الحكومة نعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية. رئيس مجلس الوزراء بيؤكد على استمرار المتابعة الدورية للتأكد من توفر السلع بمختلف الأسواق وتكون موجودة بكميات مناسبة، بالإضافة طبعا لمبادرة خفض الأسعار اللي كانت بتتضمن سلع أساسية، التخفيض من 15% لـ25%. مثل هذه الأخبار والتأكيدات والمتابعة من الحكومة يا أستاذة همت، من شأنها أن هي يعني تقتل الشائعات في المهد، الشائعات اللي طول الوقت بتطلع كل كام شهر كده، ده مفيش سلع في الأسواق، ده السلع هتغلى جدا، ده انزلوا هجموا على الأسواق واشتروا السلع في محاولة طبعا لإرباك السوق. أولا متابعتك لمتابعة الحكومة واهتمام الحكومة بتوفير السلع الأساسية، وأهمية مثل هذه الأخبار والتأكيدات للرأي العام المصري أيضا. أنا شايفة أن طول الوقت رغم أن القيادة السياسية والحكومة وإحنا كلنا كمصريين مشغولين بقضية دولية كبيرة جدا وعظيمة، إلا أن اللي بيحصل على الأرض الواقع واللي بيحصل على الأرض فعلا من الحكومة بيأكد أن لقى المواطن طول الوقت في المقدمة، أن هم عينيهم طول الوقت على الأسواق. خليني أقول لحضرتك أن مبادرة خفض الأسعار مبادرة عظيمة جاءت بعد يعني مطلب رئيسي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضبط السوق بعد الهوجة اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت من ارتفاع الأسعار. كان في ارتفاع أسعار؟ طبعا كان في ارتفاع أسعار، وده كان وراه
تلاعب كتير من التجار، وده فتح عدد كبير جدا من القيل والقال في موضوع ان الدوله مش قادره تسيطر على الاسعار. ومن هنا جاءت مبادره خفض الاسعار اللي بدات يوم 14. بالمناسبه المبادره دي هتستمر 6 شهور. 6 شهور يعني احنا داخلين على شهر 4 اللي هو بدايه رمضان، هيتم الاعلان عن مبادرات ثانيه لخفض الاسعار في السوق. اهميه المبادره ان هي لعبه على السلع الاساسيه الرئيسيه جدا للمواطن بنسبة تخفيض من 15 ل 25%، الرز، المكرونة، الزيت، العدس، الفول، الجبن، الألبان. دي السلع الأساسية والرئيسية اللي في ثلاجة أي حد عادي عايز هتبقى موجودة بشكل مناسب وموجودة بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة. المبادرة بتأكد طول الوقت على إن الأسعار هيتم ضبطها في السوق. المبادرة فتحت 1300 منفذ حول المحافظات، كل محافظة فيها عدد من المنافذ اسمها منافذ خفض مبادره خفض الاسعار، بيتم فيها توافر السلع بشكل كبير، بيتم فيها توافر السلع باسعار مخفضه جدا. دي جايه برضو من ضبط السوق خلال الفتره اللي فاتت بعد التلاعب الكبير. المبادره ليها اهميه اكبر من كده، ان هي كشفت حجم التفاوت بين الاسعار بين منفذ والاخر، وده اللي هي بتلعب عليه طول الوقت ضبط الاسعار. وزاره التموين طول الوقت مع جهاز حمايه المستهلك في حملات رقابيه عديده جدا على ال 1300 منفذ، اللي هم بيتاكدوا ان المنفذ ده بيبيع بنفس سعر المنفذ ده، مفيش اي اختلاف، مفيش اي تلاعب في الاسعار. يضمن تنفيذ المبادره. شكرا جزيلا ضيفتنا الكريمه الاستاذه همه سلامه، رئيس تحرير تنفيذي لجريده اليوم السابع، شكرا على هذه القراءه. شكراً. وتعالوا قبل ما نخرج فاصل نتابع مع حضراتكم هذا التقرير عن شجر الزيتون في الاراضي الفلسطينيه اللي بيعتبر رمز للصمود ورمز للمقاومه في فلسطين.